تنتقل لبث حي ومباشر نقلا عن التلفزيون المصري لموقعنا في مكتبة الإسكندرية وفعاليات اليوم الختامي لمؤتمر الشباب في نسخته الرابعة، والرئيس يتفقد مكتبة الإسكندرية ونتابع. بعدين دي رموز بتاعت مفكرين رئيساتك بتحب الحكيم اكيد. لا، احمد شوقي، توفيق الحكيم، طه حسين، احنا وصلنا. احنا سياده الفنان نخش مكتب المخطوطات. سنة 1821 إبان الحملة الفرنسية يا فندم. العهد القديم من نسخ النادرة الموجودة في المكتبة، دي تبعت